سجلت مملكه البحرين ارتفاعا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم، حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 2241 حاله قائمه جديده، ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 17415 حاله. منها 29 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وأربع حالات في وحدة العناية القصوى. هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 1182 حالة إضافية